خير بقى كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم، انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هانم، الموضوع دخل في زيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا انا بتكلم في موضوع تاني خالص، انا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى، المفروض انه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى. ايه يا عم اللي انت بتقول؟ تخرجنا انا، كبر دماغك يا اخي بقى. خلاص خرجنا من السجن وكل حاجة عدت في السليم، والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقالة متغطي، وهيفضل متغطي فترة طويلة محدش هيقدر يكشفه، تكون انت سافرت وبقيت في التمام. المهم اخبار موضوع ان احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادم. طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا. اكيد يا ادم. انا حاسس سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان، بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين. يعني اسمعني بس، في حاجه عايز اقول لك عليها، يعني جوايا، يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه عايز ارجع، عايز اطلع اللي جوايا. يعني اقول له طلع يا باشا، ده انا هاني. ما انا عارف مكان انت، ما انا عفاف. عايز كان ايه قلت اعمل ايه في المحسوس ايه لما اجي اكلم معاها؟ يعني ها يعني الموضوع ما ينفعش اتقلف على الشغل هنا. خلاص يا باشا، ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك، نتقابل في البيت عندي، نتكلم براحتنا ونشرب القهوه. انا موافق، انا ما بحبش القهوه. ما هو كده يا باشا، النهار هيطلع لنا من غير ما اعرف فيه ايه. هاني تعالى. جيت؟ انا جسمي بيتخرط من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قولي. انا بمر بتجربه، انا وقعت من السما وانت تلعبت. انا ماشي مع واحده من دول كلام في سرك، مراتي. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، ايه المشكله فيها؟ ضميرك بيقلبك وامك بتعملني كلام دي مجنون كده ليه؟ انا مش فاهم حاجه يا باشا، عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك. لا هتغاب عليك. ما انا ما تجيش تخنقني انت كمان. افرض مثلا يمكن انا بحبها مثلا. طب يا باشا ده جميل جدا انك تصلح علاقتك مع مدام فيحاء، دي ست رقيقه جدا، ست جوهره، ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع. ولا تدافع ولا تقف جون. خلاص انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقت كده زي السكينه في الحلاوه، ناخد وندي في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا سهل، خصوصا بقى اللي مدام فيحاء بكلمه واحده منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها، دي ست زي البسكوته. ما خلاص يا عم كتكوت، انا عايز اعرف انا هعمل ايه. قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا، اتفضل. الستات عموما تحب المعامله الرقيقه، تحب الشعريه، تحب تحسسها بدفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بات، تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك. انا عارف روميو جوليت. عداد الشمس. خد بيتك يا روميو، وراني ده كان عبيط ولا ايه؟ نقول كلام حب بقى. فحاء فحاء يوو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 و
انا راضي. وعايز ايه يا سيرامي؟ عايز حد يسلكني من الشجره اللي انا فيها دي. لا ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. حلو اول وقع لنا ومحتاج. انت كويس؟ لا انا اتخضيت. ايه؟ اتخضيت عليك. انت كويس؟ والله اتخضيت عليا. انت كويس؟ انا سيبك من انا كويس ولا اتنيا، انت اتخضيت عليا؟ اه والله انا اعرف ان اتخضى بالشكل الجميل ده، ده انا مستعد بكره اجيلك ظرف نفس بلطه في وشي مفيش بعدها. بعد الشهر ده انا والها في وشي. بعد الشهر جيلك بكره خبط دماغي في سور حديقه. الف بعد الشهر عليك. انما ايه الرومانسيه دي كلها؟ ايه يا حبيبي؟ تطلع على الشجره تعمل لي روميو ولا جولييت؟ ما اقدرش على الكلام ده كله. انا والله الواحد حاسس انهم اثر بس انت كتفت. طب ومين انت؟ الله يخليك. من ترى ده انا متفكر. ايوه ارفعها. ايوه بس اظبطي بقى، تعال شمال بسرعه لا تنحقلب. بس خليك اقول لك بقى تحب تروح فين؟ زي ما انت عايز. البت الواقعه دي. انا بهزر. خلاص نبدا بمراجعه السبتيه. اوكي واقعه يعني. يلا بينا بقى. والله انت عارفه يعني احيانا الواحد ربنا بينجده يعني بالستره معاه. انا وقعت من هنا على الارض من البلكونه، زي واحد صاحبي وقع برضه من طياره بس نزل رشق في البرج. يعني الحمد لله برضه. تعرف الخيمه دي بفكرني بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذه كوكك عارفها؟ ايه ده؟ بقول لك فردتين قاعدين. دي مزه حلوه صح؟ دي مزه في الجون. بتعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش شايفه بتلاقي حل بيا؟ لا من فضلك استنى. انت بس انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غير بني ادمين بتترمى ولا تلاقي. خلي نفسيتك سكت. رياض عشان خاطري. بلا رياض بلا امسك. من فضلك امسك القميص ده، احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه. من فضلك. ايه؟ بص يا كابتن، احب اعرفك ان انت غلطت جامد يعني في نجم غلاف اخبار الحوادث. خد القميص واجري انت، خد القميص واجري انت. شوف اي حد هنا بلاك اجري. طب ارسلك على ناحيه بقى. خد بالك. وين انت؟ مش عايز ده ضابط. ضابط هو محتاج توصيه بالطنين. ده ضابط خلاك رجعنا. طب اقول لك بعد نفسي يا جماعه اغلى واحد. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يا حبيبي؟ استنى كده يمكن ما اقعش. ايه يا عم؟ انت ايه بترد نازل حاجه ساعه ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا؟ لا والنبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه ثانيه. ايه يابا؟ استنى في شبس. روح انت بقى يلا عشان الراجل ده عايز بحاجه. يلا اطلع يا عم السوبر ست. بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي. انا مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده. وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل فيه ايه ورا الجبل لما الراجل خدني وراه. كان عايز يقلع عن الساعه دي، بس اللي يقلع ساعته يبقى كانه فرط في مناخير في اي حاجه.